هذا فقط، الحرية لأي سجين مظلوم بغض النظر عن اختلافنا مع آرائه السياسية، بغض النظر عن هو مسيس أو مواطن عادي. احنا هنا بنطالب بحق شابين بيموتوا في السجن، حقهم في الحرية وفي العدالة. الحرية لعبد الله الشامي، الحرية لمحمد سلطان، الحرية لكل شاب نختلف أو نتفق مع آرائه المظلوم. شكرا لكم جدا.